تخيل قرني يقول لي مي، هل في مقارنة بين فنان كبير عبد الحسين عبد الرضا وطارق العلي؟ لا طبعا، مقارنة ظالمة ولا تجوز المقارنة. طارق العلي ماي قطرة في بحر بو عدنان، اوكي، وكوميديا بو عدنان راقية، شيء يعني يثلج الصدر، وشيء مقدر وموجود في تاريخ الأعمال الدرامية والمسرحية، يختلف عن الهزل اللي قدمه طارق العلي.